حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف العراقية والدولية بعد أهم العناوين. نبدأ من الزمان. لا انتخابات نزيهة من دون حصر السلاح ومكافحة الفساد. في موقع راسام للدراسات، العراق الشركات الأجنبية تتجنب الاستثمار بسبب الأزمات. في موقع يقين نت، نائب نسبة الفقر في المناطق المستعالة تجاوزت 50%. نقرأ في عربي 21، حشد لإضراب من البحر إلى النهر واعتقالات الداخل تناهز 1000. أما في العربي الجديد، العدوان على غزة، الشهداء يتجاوزون 200، نصفهم أطفال ونساء وشيوخ. في الجارديان، أحداث إسرائيل وغزة الأخيرة كشفت عن خلافات داخل حزب المحافظين. وجونسون سيظل وراء بايدن. وواشنطن بوست، تحول بمواقف واشنطن والداخل الأمريكي من إسرائيل. مقاطعة الانتخابات ليست انكفاء العاجز، بل هي واعية من أجل العمل الناجز. هذا مختصر ما جاء في مقال للكاتب جاسم الحلفي، فلنستمع إلى تفاصيله. عند معاينة مطلب الانتخابات المبكرة بشروطه واشتراطاته، نخرج باستنتاج مفاده أن تهمة الحكم أفرغت هذا المطلب من محتواه عبر قضمه شيئاً فشيئاً، حيث لم تبقي له معنى، وإن نظرة فاحصة سريعة للاشتراطات المذكورة تعفي المرأة من واجب إثبات التفاف القوى المتنفذة على ذلك كله. ويكفي أن نشير إلى السلاح المنفلت المزعزع للسلم الأهلي، حيث فاق قدرة أجهزة الدولة الأمنية على توفير الأمن للناشطين والإعلاميين. وكان آخر ضحايا إرهاب العصابات المسلحة الشهيد إيهاب الوزني، الذي اغتيل يوم الأحد الموافق للتاسع من أيار الجاري في كربلاء. محاولة اغتيال العالمي أحمد حسن في الديوانية في اليوم التالي يوم الاثنين الموافق للعاشر من أيار الحالي. إن عدم قيام الحكومة العراقية بواجبها في تهيئة الجو المناسب والبيئة الآمنة للانتخابات يعني فتحها الطريق أمام التغمة لترسيخ نفوذها وتعزيز وجودها في السلطة والتمترس فيها من دون معارضة رسمية، وبذلك تسهم في ترسيخ حكم الأقلية المستبدة، وليس هذا إلا انحيازاً واضحاً إلى الحكومة ولمصلحة المتنفذين على حساب قوى التغيير. أضاف الكاتب: أجزم أن طغمة الحكم وأريقها قرار مقاطعة الانتخابات، خاصة إذا اكتسب ذلك صفة شعبية، فهو يبين عزلها من قبل الشعب ويبين رفضه لها، مما يؤسس لمعارضات شعبية واسعة تبقى تنشغل لفتح طريق آخر للتغيير، مع أنها الطغمة لا تقبل منافسة قوية تهدد وجودها أو تقلص مساحة نفوذها. لذا فإن محاولات الحكومة ستستمر لقطع الطريق أمام أي منافسة قوية وجعلها شكلية كي تستمر هذه العملية الانتخابية في أجواء من الشرعية. الانتخابات العراقية موسم الخداع الأخير، هذا عنوان مقال للكاتب ماجد سمرائي، قال فيه: في كل دورة انتخابية يدفع العراقيون ضريبة من دم شبابهم لمصلحة التنافس المحموم بين قوى الفساد والقتل التي تسعى إلى تجديد هيمنتها على السلطة. وأصبحت ثورة تشرين 2019 محاولة ثورية جريئة لتعطيل هذه الماكنة المزيفة للانتخابات، حين طالبت بانتخابات مبكرة تكلف بالإشراف عليها، تكلف حكومة مؤقتة ورئيس وزراء مستقل عن هيمنة الأحزاب، لتكون قاعدة انطلاق للتغيير السياسي. الأثمان التي يدفعها هذا الشعب الصامد الصابر من الدماء والمال والأرض والممتلكات كانت ولا تزال غالية، لكن المحصلة تبلورت بميلاد ثورة شبابية في أكتوبر عام 2019، هدمت أركان المعبد المزيف وتبدلت موازين القوى بين المتصارعين خارج أركانه، وعلى ساحة مكشوفة صدأت أسلحة معسكر الجهل والتخلف وعصابات المافيا خصوم المستقبل، فيما دخلت أسلحة الشعب الجديدة الميدان.
تريد القوى المهزومة والمنهارة تعلق بقشة في عواصف البحر الهائج باستغلال ورقة المقدس الخرافي الانتخابات لتنقذ نفسها من هول النهاية الدراماتيكية وتسحب معها جميع المرتزقة والمستفيدين من هذه اللعبة وتغرق الساحة بتفصيلاتها ما بين التأجيل أو الإلغاء. تعتقد أنها تحرف من خلالها مسار المعركة بينها وبين الشعب الثائر إلى حافات قد تكون ذات مظاهر وصدمات خطيرة، مع أن معسكر المقاطعة يزداد شعبياً وسياسياً. تحاول بعض الزعامات الشيعية إشغال الوسط الشعبي العام بتوجيه رسائل تأبين مبكرة لمصير تلك الزعامات وانتخاباتها وإطلاق أوهام لم تعد خافية بأن هناك حدوداً رقمية لإعلان إسقاط الانتخابات المقبلة إن لم تصل إلى نسبة 40%، وكأن هناك رقابة نزيهة عالية المستوى لمعرفة أعداد المصوتين في صناديق الاقتراع. قد يشترك كثيرون في الحرص على بقاء خرافة الانتخابات واستمرارها تحت ذريعة اللا بديل عنها لبقاء النظام والعملية السياسية، مع النتائج الكارثية التي خلفها هذا النظام على شعب العراق. ثورة الشباب لم تدعو إلى عمل صدامي عسكري، وإنما إلى خطوات متواصلة من خارج الانتخابات طرقها السياسية السلمية واضحة ومعروفة لانتزاع ثوريين للشرعية المزعومة. اغتيال جديد، تحقيق جديد، لا جديد في العراق. هذا ملخص مقال للكاتبة مينا العرابي جاء فيه: اغتيال رجل أعزل لا يحمل السلاح ولم يقدم إلا كل خير لبلده، وقتل هذا الشاب العراقي لأنه شكل تهديداً لكل من ينتفع من الفساد والسلاح الخارج عن سلطة الدولة. هزت هذه العملية العراق، إذ كان المستهدف هو الناشط المدني إيهاب الوزني الذي كان من أبرز الشباب الناشطين المطالبين بمنع هدر المال العام وحماية البلد من الفساد والميليشيات ومنع التوسع الإيراني في العراق. فلنتابع التفاصيل. قتل الوزني مثلما قتل غيره أمام منزله وأمام كاميرات المراقبة. يبدو أن القتلة لا يخشون الكاميرات ولا يخشون القوى الأمنية، لأن أمثالهم من القتلة لم ينالوا أي عقوبة. فقبل الوزني قتل المحلل الناشط هشام الهاشمي أمام منزله أيضاً، وقد مر على مقتله 10 أشهر من دون إلقاء القبض على قاتليه. سجل مقتل الوزني والهاشمي وغيرهما بكاميرات المراقبة، وتنشر تسجيلات حادثة مقتلهما، ما يزيد شعور الحسرة والغضب في قلوب العراقيين. فما نفع كاميرات المراقبة إذا كان واجبها التقاط صور الجريمة من دون أي محاسبة أو حتى من دون أن تكون رادعاً لمن يفكر في القيام بمثل هذه الجرائم البشعة؟ فور الإعلان عن مقتل الوزني أعلنت الحكومة العراقية عن فتح تحقيق بهذه الجريمة، ولا شك أنها ستفعل ذلك حقاً، ولكن التحقيق لا يجلب نتيجة. فتحقيقات السابقة التي خصصت للكشف عن المسؤولين عن اغتيال ناشطين عراقيين لم تخرج بنتيجة ملموسة، ولم يتم محاسبة من يقوم بإعطاء أمر الغدر. أضافت الكاتبة: المشكلة أن العراق بات بلداً لا تعني فيه التحقيقات الوصول إلى نتائج ملموسة أو حتى تمثل رادعاً للقتلة، والدليل على ذلك أنه بعد 24 ساعة من قتل الوزني جاءت محاولة اغتيال الصحفي أحمد حسن عند نزوله من سيارته أمام منزله، وقد نجا بعجوبة وهو لا يزال في المستشفى يتعافى من إصابته. كتب حسن أبو هنية: ثغرة في جدار المستعمرة العنصرية الصهيونية. على صعيد المستعمرة الصهيونية، فقد كشف الحدث الفلسطيني عن هشاشتها عسكريا. خياراتها محدودة جدا، فمع تفوقها العسكري الهائل واختلال موازين القوة مع المقاومة الفلسطينية، فهي لا تملك سوى سياسة الترويع التي لم تعد فاعلة. المقاومة طورت منظومتها الصاروخية، وبإمكانها أن تستمر في شل الحياة المدنية والاقتصادية في كافة مناطق المستعمرة.
وخيارات المستعمرة المحدودة تظهر جلياً من خلال عملية التدمير الجنوني دون هدف وتدمير المدمر، وهي تدرك أن لا أفق سياسياً لعملياتها، والتوقف عن العبث يعني إعلان الهزيمة وتقديم تنازلات حقيقية لحماس والجهاد والفصائل التي تسيطر على غزة. وفي نفس الوقت، ولأن المستعمرة الصهيونية لا تملك أي أدوات ضغط دولية وإقليمية، سوف تضطر إلى التفاوض مع المقاومة. فخرافة عدم الحوار مع الإرهابيين ينقضها تاريخ المستعمرة ذاتها، وينقضها تاريخ الإمبرياليات والإمبراطوريات، والأمثلة التاريخية يصعب حصرها، وآخرها مثال حركة طالبان. والحديث عن عودة إلى تهدئة بلا ثمن كالسابق لا ينطوي على الحد الأدنى من الواقعية، فغزة محاصرة وهي لا تعد عن كونها سجناً كبيراً، يحصد حالة المعتقل الذي وصفته حنا أرننت ونظر له جورجيو أغامبن بما هو فضاء خارج القانون وإنسان مستباح. خلاصة القول أن الحدث الفلسطيني كشف عن هشاشة المستعمرة العنصرية الصهيونية وفضح خرافة سرديتها، فهي لا تعد عن كيان استعماري عنصري يقوم على الإرهاب. خرج المقدسيون في مهمة تجاوزت حماية مساجدهم وكنائسهم وبيوتهم. خرجوا كأنهم يبثون الحياة في الروح العربية المهزومة بحسب تعبير الكاتب، ليقولوا الموضوع ليس له علاقة بالإمكانيات وموازين القوى العسكرية. المسألة هي إرادة الإنسان الفرد الاعتيادي لمواجهة الاحتلال، لكون هذه المواجهة هي قضية حياة يومية، وهذه التحديات موجودة للانتصار عليها. وهذا ما جاء في مقال الكاتب سعد كراجة في صحيفة الغد الأردنية. تزامناً مع بدء الحملة على الشيخ جراح واقتحام الأقصى، بدأ جيش العدوان الإسرائيلي تمريناً تعبوياً لمدة شهر للتدرب على سيناريوهات الحرب على جبهات الأردن وسوريا ولبنان ومصر في ذات الوقت، وهو تمرين سنوي لاستعراض القوة بهدف إبراز تفوق دولة الاحتلال على الأنظمة العربية مجتمعة. وفجأة خرب المقدسيون الهدف الأساسي من هذا التمرين العسكري، وجعلوا من هذا التفوق غير ذي موضوع بالنسبة لهم. فلدولة الاحتلال لن تستعرض على الأنظمة العربية التي هي أصلاً لا تنوي الحرب معها. أما المقدسيون فإن وجودهم يشكل جيلاً بعد جيل حالة نفي لمستقبل إسرائيل العدواني المحتل، وهو دون أي مبالغة الرد الأهم على تفوق العدو الإسرائيلي العسكري. النضال الفلسطيني والمقدسي بالذات نوع جديد من النضال الشعبي، حيث لا مانديلا ولا غاندي فلسطيني على الأرض، ولكن كل شاب وطفل ورجل وامرأة هو قائد على الأرض. نضال أفراد متكاملين متضامنين باتفاقيات إنسانية مضمرة، وكل واحد منهم هو قائد شعبي بذاته، دون أسماء تشهر ودون أصنام تعبد ودون قادة ملهمين، أي واحد منهم قائد جبهة وجبهة بذاته. لا خطة عندهم سوى وضوح الهدف ووضوح العدو. ذكرنا المقدسيون أن هذا الكيان الغاصب قبل أن يكون دولة فصل عنصري ودولة انتهاك لجميع أشكال حقوق الإنسان، فهو دولة احتلال، هذا بدؤها وهذا منتهاها، احتلال لا علاج له سوى أن يزول. هذا هو منطق وضوح العدو ووضوح الهدف. نعم، أخذنا المقدسيون لهذا الزمن المقدسي البهي ذي الأنفة الإنسانية والكبرياء المتواضع، ولسان حالهم يقول إن غدا لصانعه قريب. نشر صحيفة واشنطن بوست في مقال لإيشان ثارور أن تعامل الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن مع الكيان الغاصب والأزمة الأخيرة في غزة كان لافتا، وذكر أشار نقاد الإدارة إلى عدم اهتمام البيت الأبيض بالشرق الأوسط الذي ركز أولويات السياسة الخارجية بعيدا عنه. من رموز اليمين مثل وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، الذي اتهم الرئيس بايدن بعدم الوقوف بشكل لا لبس فيه مع إسرائيل في وجه الصواريخ، إلى حزبه الذي قام فيه عدد من نوابه باتهامه بعدم الاستعداد لنقد سياسات وأفعال إسرائيل بشكل واضح، وبشأن دور الولايات المتحدة في وصول الأزمة عند هذه النقطة،
ومن جانبه أصدر بايدن سلسلة من التصريحات الفاترة دعا فيها لخفض التصعيد ودافع عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وراوغ في حديثه عن أخطاء الطرفين. ولكن إدارة بايدن عملت مرة أخرى على حماية إسرائيل في مجلس الأمن ومنعت صدور قرار يشجبها ويدعو لوقف إطلاق النار. وفي الوقت الذي تبرر فيه إسرائيل دكها لغزة بأنه ضرورة، إلا أن ضرباتها أدت إلى استشهاد المدنيين واستهدفت بنايات وأبراج، منها واحد استخدمه الإعلام الدولي، وأجبر الآلاف على ترك منازلهم المزدحمة، ومن بينهم أبناء عائلات أجبروا على ترك منازلهم في 1948 بعدما احتلت القوات الإسرائيلية والعصابات المسلحة بيوتهم. وأشار ثرور إلى الدعم الواضح لمأساة الفلسطينيين في واشنطن، وفي مقال جرى توزيعه بشكل واسع قال فيه السناتور أن فيرمونت بيرني ساندرز ونشرته صحيفة نيويورك تايمز، ركز فيه على واقع الفلسطينيين تحت الحصار. أضاف الكاتب ثرور أن صوت ساندرز في زمن آخر كان سيكون نشازاً ووحيداً بين زملائه، لكنه لم يعد كذلك، فهناك عدد من زملائه لمن فيهم داعمون لهذا الكيان الغاصب أصدروا بيانات عبروا فيها عن عدم رضاهم من الضحايا الذين تسببت بهم الهجمات الصهيونية على غزة. واتهم آخرون كيان الاحتلال بالفصل العنصري، وهو اتهام وجهته منظمات حقوقية، لكنه كان حتى وقت قريب محرماً في واشنطن. انجرفت إلى شاطئ في كاليفورنيا سمكة كرة قدم، وهي مخلوق مخيف المظهر. ينتمي هذا المخلوق إلى عائلة أسماك الصياد، وقد وجد طريقه بشكل ما من أعماق المحيطات إلى شاطئ نيوبورت كما تقول بي بي سي. ما يثير الاستغراب هو كيف وصلت هذه السمكة إلى الساحل، إذ من المعروف أنها تعيش في مياه يصل عمقها إلى 3000 قدم تحت المحيط. ومع أن هذه الأسماك نفسها ليست نادرة، ولكن من النادر جدا رؤية سمكة بهذه الصورة وهي سليمة على طول الشاطئ في جنوب كاليفورنيا. ونبقى الآن مع ما اخترنا لكم من رسوم كاريكاتيرية. انتهت بهذا مشاهدينا الكرام جولتنا الصحافية في صدى الأقلام. غدا بإذن الله تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.